كتاب لا يشابهه كتاب وشهد للبرية مستطاب كتاب الله أنزله شفاء لأهل الحق منهجه صواب كتاب لا يشابهه كتاب وشهد للبرية مستطاب كتاب الله أنزله شفاء لأهل الحق منهجه صواب ومن يحفظه يلقى الخير فيه ويدخل ضمن كوكبة أناب فقل للحافظات اليوم شكرا على صدق يزال به السراب حفظتن الكتاب بكل عزم بجهد من يقوم به يثاب فراجعنا الكتاب بكل وقت لكي لا يعتريه غدا ذهاب ليبقى في القلوب له رسوخ وفضل من يفوز به يهاب ونشكر جهد دارنا بصدق فقد زالت بوقفتها صعاب وللجمعية الغراء نسجي عظيم الشكر والتوفيق باب به نالت من الخيرات قادرا وفازت حينما الأفذاذ آبوا فقد نالوا التميز باقتدار كبار القدر يحذوهم كتاب لا يشابهه كتاب وشهد للبرية مستطاب كتاب الله أنزله شفاء لأهل الحق منهجه صواب كتاب لا يشابهه كتاب وشهد للبرية مستطاب كتاب الله أنزله شفاء لأهل الحق منهجه صواب.